القوانين الداخلية لا يمكنك أن تعاقب شخص حول الحماية القانونية للسكان المدنيين والأعيان المدنية في أكثر من 52 دولة 30 عام الماضية كما توحد في 12 يوم. الآن نطالب بجهد الجميع وفي مقدمتهم الجزائر الحبيبة لممارسة الضغط المطلوب للبدء بالتحقيق واستدعاء مجرمي الحرب على رأسهم نتنياهو، وهذا أمر ممكن أن يكون من خلال ضغط عربي وإسلامي ودولي. نحن واثقون أن الوقت قد حان وأزف لمحاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم إلى المحكمة